السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلت معكم في الجزء الثاني من سلسلة تعرف على سمرنا أوبتك. في هذا الجزء أو هذا الفيديو سوف نتعرف كيف نطلع أو كيف نستطيع قراءة مفاضلات لسنوات الجامعية السابقة على موقع سمرنا أوبتك. نحن الآن نتواجد في خانة البحث في جوجل، بحثنا عن سمرنا أوبتك. سنقوم الآن بالدخول إلى الموقع، ومن ثم نحن الآن ضمن الموقع، من ثم نضغط على لوجين. نحن الآن أمام خيارين، إما Studio Oversight أي نظرة عامة عن الدراسة، أو لوجين، وهنا سوف نستخدم المين إيدي. اللوجين هنا سنقوم بالدخول لرفع الملفات والوثائق والثبوتيات الدراسية ولتقديم على المفاضلة للسنة الجامعية القادمة، أي إذا كنت تريد أن تقدم على المفاضلة سوف تدخل إلى هذا القسم. وهذا ما سوف نفعله في الجزء الثالث من سلسلة تعرف على سمرنا أوبتك. الآن سوف نذهب إلى الخانة الأولى لكي نطلع على مفاضلة السنوات الجامعية السابقة. نضغط هنا على Studio Oversicht Tidligere Optak. هنا تظهر لدينا سنتين جامعيتين أو المفاضلات لسنة 2016 والمفاضلة لسنة 2017. نضغط على سبيل المثال على مفاضلة 2017. تظهر لدينا الآن صفحة المفاضلة. الصفحة تتألف من قسمين، قسم هنا وهو الفلتر، أي إذا كنت تريد أن تبحث عن أمور محددة فهنا يمكنك عمل ذلك. على سبيل المثال هنا يمكنك كتابة اسم فرع محدد، هنا الانستيتوشن أي اسم الكلية أو اسم المعهد المطلوب، هنا النيفو أي المستوى الدراسي الذي تبحث عنه، ماجستير أو باتشلر أو أيا يكن، هنا الإيدانينج أمرودا أي المجال الدراسي الذي تبحث عنه أو تريد أن تبحث عنه، الموسيقى والفن، الديانة والتاريخ إلى آخره. هنا الدوام الدراسي هلتيد أو دلتيد، هنا بدء الدراسة في فور أو هوست إلى آخره، ومن ثم تقوم بتطبيق الفلتر من هنا وتظهر لديك النتائج. أو تستعمل الطريقة التقليدية والطريقة الأفضل، وهي أن تبحث أو أن تقرأ المفاضلة بشكل كامل بدون البحث عن أمور محددة، وذلك لكي تكتسب معلومات أكثر وتكتسب خبرة أكثر، وهذا أفضل. أنا برأيي الشخصي هذا أفضل لك لكي تتعلم أكثر. هنا هذه هي المفاضلة، تنقسم إلى أربعة خانات أو أربعة جداول كما ترون. ففي الجدول الأول هو Studio Navn اسم الفرع أو اسم المجال، هنا Institution اسم المعهد أو اسم الكلية الذي مسؤول عن هذا الفرع، هنا المطلوب لدراسة هذا الفرع. فعلى سبيل المثال نجد هنا GANS أي General Studio Competence بكالوريا يعني، وهنا الدرجات أو النقاط التي تخولك لدخول هذا الفرع. فهنا نجد كلمة الله، وهذا يعني أن الكل يستطيع الدخول إلى هذا الفرع الذي هو موجود في FIH أوسلو. ولكن إذا كنت أنا كشخص لا أعرف ماذا يعني اسم هذا الفرع، فيكفي أن أضغط على إشارة التعجب الموجودة هنا لكي أعرف كل شيء عن هذا الفرع هنا. وإذا أيضا كنت لا أعرف ماذا تعني هذه الأحرف GANS أيضا يكفي أن أضغط هنا على إشارة التعجب لكي أقرأ ماذا تعني هذه الأحرف. فإذا اتفقنا هنا على أن هنا اسم الفرع، هنا اسم الكلية أو المعهد أو المدرسة العليا، هنا المطلوب للدراسة، وهنا النقاط. ولكن نلاحظ بعض الاختلافات هنا بالنسبة لي المطلوب لدراسة الفرع. فهنا نجد GANS أي General Study Competence، ولكن نجد على سبيل المثال هنا مكتوب REALFA، وهذا يعني
ريال فاج. فيجب أن نعرف ماذا تعني كلمة ريال فا. ريال فا تعني ريال فاج، وريال فاج هي مواد تؤخذ إضافة إلى البكالوريا. فإضافة إلى مواد البكالوريا الست، هناك مواد تسمى ريال فاج، مثل البيولوجي، مثل فيسيك أين، ماتماتيك أر أين أر تو، وبعض المواد الأخرى. فهذا الفرع الذي يسمى أكتور فاج، والذي هو في مدينة بيرغن، يونيفرسيتات إي بيرغن، يحتاج إلى ريال فاج، والكل يمكنه الدخول، لا يوجد نقاط محددة. وأيضا لدينا الكثير من الفروع، لدينا فعلى سبيل المثال أيضا هنا كلمة فيتا. ولنفترض أنني لا أعرف معنى كلمة فيتا، أقوم بالضغط على إشارة التعجب موجودة هنا ونقرأ ماذا كتب هنا. سبيسيال أوبتاكس كراف دي مو دوكومنتيرا ماتماتيك أر أين أوغ شيمي أين أوغ تو. هذا ما تعنيه كلمة فيتا، وهذا ما يمكننا قراءته في المفاضلة. جداول، اسم الفرع، المكان المطلوب لهذا الفرع، والنقاط. وهناك في الأسفل الانتقال إلى الصفحات الأخرى. ننقر هنا، ننتقل للصفحة التي تليها، وهكذا. في حال لم تفهم شيء، تكتفي بالضغط على إشارة التعجب هنا وتقوم بالقراءة لكي تفهم أكثر. ولدينا أيضا أمر آخر، على سبيل المثال هنا لدينا الفرع أركيتكت في أوسلو. نريد أن نذهب إلى صفحة هذا الموقع الذي يحوي على الأرت أركيتكت. نضغط على إشارة التعجب هنا ونرى ما هو الأركيتكت، ونضغط هنا مير أوم ستوديا. بهذه الضغط أو بهذا الضغط نكون قد توجهنا إلى الموقع مباشرة، وهو موقع هذه الكلية أو موقع هذا المعهد، الذي يمكننا معرفة المزيد والمزيد ومعرفة الكثير من الأمور عن الأركيتكت، الكثير والكثير من الأمور عن الأركيتكت. فعلى سبيل المثال، ماذا يمكن أن أعمل بهذه الشهادة إذا أخذتها، أو الكاليندر، الجدول الزمني للدراسة، والكثير من الأمور. وهنا على ما أظن أنني قد قمت ب قد قمت بذكر أغلب المعلومات التي يحتاجها الطالب لتصفح المفاضلة للأعوام السابقة، عام 2017 و2016. إن شاء الله في الفيديو الثالث والأخير سوف نقوم بالتعلم على كيفية رفع الملفات، وعلى كيفية تسجيل لمفاضلة السنة الجامعية الجديدة للطلاب الذين يريدون أن يكملون مسيرتهم الدراسية في الجامعة. ولكن هذا الفيديو الثالث سيكون إن شاء الله بعد 1 فبراير، 1 فبراير الوقت الذي تفتح فيه المفاضلة، أو الذي يبدأ فيه التسجيل على المفاضلة. تحياتي للجميع، وأتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيد لكم، وشكرا جزيلا لمتابعتكم.